دفتر احوال برنامج الحكايه، والنهارده يعني في تداول على يعني صفحات التواصل الاجتماعي وفاة الباحث ايمن هدهود. طبعا الناس كلها بتسأل ايه الحكاية، ايه الموضوع هذا الباحث. طبعا في ناس قالت انه هو اختفى من فترة وبعدين فجأة توفى في مستشفى للأمراض العقلية. ايه اللي ورا الحكاية، ايه اللي ورا الموضوع؟ طبعا على طول المصادر الأمنية طلعت بيانات وتصريحات توضح هذا الأمر. معنا الأستاذ يسر البدري، مساعد رئيس تحرير المصري يوم. أهلا بيك يا فندم. أستاذ عمرو مساء الخير، أهلا بيك يا فندم. ايه حكايه ايمن هدهود يا فندم؟ والله احنا دلوقتي قدام عدد من الروايات. الروايات الاولانيه كانت من اسره ايمن هدهود نفسه، قالت ان هو تم اختفائه قسريا وحددوا يوم من 3 ليوم 5 فبراير. الاجهزه الامنيه طلعت بيان هقوله لحضرتك بعد شويه، لكن اسرته قالت ان هو مختفي قسريا، ودي اللي جه على لسانهم في مواقعهم على التواصل الاجتماعي، وكمان في بعض القنوات المواليه لجماعه الاخوان قال ان هم مختفي قسريا من شهرين، وفوجئوا امبارح انه في اتصال من مستشفى الامراض النفسيه والعصبيه في العبسيه بيطالبوهم بالتوجه لاستلام جثمان، وهم راحوا على اساس يستلموا الجثمان ويطلعوا تصريح بالدفن، وده روايتهم. ففوجئوا ان هم تصريح الدفن طالع على مقابر الصدقه، فهم رفضوا ان هم يستلموا الجثمان وطلبوا ان هو يكون فيه اعلان عن سبب واضح للوفاه. دي روايتهم، لكن بيان وزاره الداخليه نفى بشكل قاطع ان يكون فيه اي اختفاء قسري للمواطن ايمن هدهود اللي هو الباحث الاقتصادي، وقال ان هو الواقعه جالها الاجهزه الامنيه جالها بلاغ يوم 6 فبراير 2022 من حارس احد الايقارات بمنطقه الزمالك، قال انه ايمن هدهود ده موجود داخل احدى العقارات وبيحاول كسر باب احدى الشقق في منطقه الزمالك، وكمان بيقوم ببعض التصرفات الغريبه. وعلى طول الاجهزه الامنيه خدت ايمن هدهود وحولته الى النيابه العامه، والنيابه العامه قررت ايداعه احدى مستشفيات الامراض النفسيه بناء على قرار من النيابه العامه. ده بيان، وده الروايه الثانيه الخاصه. طب ممكن نشرح للناس مين هو ايمن هدهود؟ والله هو اصلا حد مهم جدا في المجال الاقتصادي. هو باحث تابع لاحدى الجامعات، الجامعه الامريكيه، وكان مستشار لاحد رؤساء الاحزاب في فتره لما هو كان موجود في البرلمان، وكانت ليه الاراء الاقتصاديه يعني المعروفه خلال الفتره اللي فاتت. وهو كان نزل انتخابات عن دايره الزيتون في 2010 ضد زكريا عزمي، يعني واحد من ضمن الناس اللي هم في مجالهم. هو صغير في السن 42 سنة، ولكن هو حد معروف في مجاله. أنا أظن هو في الحزب بتاع محمد أنور السادات، مش كده؟ بالفعل هو كان مستشار لمحمد أنور السادات وقت ما كان أنور السادات داخل البرلمان، وليه آراءه الاقتصادية المعروفة طوال الفترة اللي فاتت. الروايات اللي موجودة على الفيسبوك وعلى التواصل الاجتماعي كلها بتتكلم على قصة الاختفاء القسري. وزارة الداخلية ردت ببيان، البيان البعض شايف ان هو بيان مقتضب، ولكن هو بيان بيقول مجموعة من التفاصيل. المجموعة من التفاصيل انه مفيش حاجة اسمها اختفاء قسري داخل الدولة المصرية، بدليل ان احنا لو رجعنا بالذاكرة 3-4 سنين فاتوا اسلام كان في قائمة متقدمة للمجلس القومي لحقوق الانسان كانت تحتوي على اكثر من 736 اسم. لما بدأ المجلس القومي لحقوق الانسان يبحث في هذه البيانات شفنا بعد كده الناس اللي متهمين في قضايا ارهابيه في سيناء، منهم اللي فجروا فندق القضاء وهو كان من كفر الشيخ، تبين ان هو كان موجود من ضمن الاسماء اللي مختفين قسريا. البيان برضو قال انه الواقع حارس عقار بلغ الاجهزه الامنيه انه في شخص موجود مش في شقته بيحاول يفتح شقه مش شقته وبيقوم بتصرفات غريبه، الاجهزه الامنيه ضبطته وراح النيابه. طب هو النيابه هتحقق في هذه الوفاه ولا هيتم دفنه وخلاص، ولا الموضوع هيكمل ازاي؟
احنا في انتظار بيان رسمي من النيابه العامه يكشف التفاصيل اذا كان هناك قرار من النيابه العامه بالتصريح بالدفن او قرار من النيابه العامه بعرضه على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاه، وده في سلطه او في ايد النيابه العامه في انتظار بيان. طب هو مستشفى العباسيه قال ايه سبب الوفاه ولا ما فهمناش ايه سبب الوفاه؟ والله يعني وفقا لمصادر داخل مستشفى الامراض النفسيه والعصبيه بنتكلم ان الوفاه طبيعيه، يعني نتيجه تدهور حالته النفسيه والصحيه، وان الوفاه طبيعيه، وده تقرير مفتش صحه، وهذه معلومات من داخل مستشفى الامراض النفسيه والعصبيه. ولكن لغايه دلوقتي احنا في انتظار بيان تفصيلي من النيابه العامه يقول لنا ايه القصه، خاصه ان في روايات كثيره جدا متضاربه، وفي بيان رسمي واضح من وزاره الداخليه بينفي فكره الاختفاء القسري للباحث الاقتصادي ايمن عدول. الأستاذ يوسف بدري، مساعد رئيس تحرير مصر اليوم، بشكرك شكرا جزيلا.